معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق منخول، طبعا معلقة كبيرة مليانة تقريبا 15 جرام من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الهيل ودي اختياري ولكن بتدي طعم حلو قوي قوي للكيك بتاعنا، ربع معلقة صغيرة كده من الملح، وتقريبا نص معلقة من القرفة ودي كمان اختياري، ولكن القرفة والحبهان بيدوا طعم حلو قوي قوي للكيك بتاعنا. وطبعا اللي ما بحبش التوابل ما يحطش. هقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض واسيبها على جنب ونشتغل في المواد السائلة. دلوقتي بقى معايا 3 حبات من البيض، رشة من الفانيليا، مش هكتر عشان انا معايا الحبهان والقرفة بيشيلوا طعم البيض، ونص كوباية من السكر، ممكن نحط كوباية الا ربع، ممكن نحط كوباية، ولكن انا عشان التمر معايا فمش عايزة الكيك بتاعتي تكون مسكرة قوي، وكمان لو هنعمل الكراميل يبقى خلاص جاهز. دلوقتي خلصت فقرة المضرب، دلوقتي بقى نص كوباية من الزبدة على زيت، ممكن تبقى زيت بس ممكن تبقى زبدة بس اللي احنا حابينه، انا حبيت اعمل خليط. كوباية من الحليب وكوباية من سبريد التمر، يعني سهل جدا ان احنا نعمله، او عجوة مدوبة في شوية مية، او بلح مدوب في مية سخنة ومضروب طبعا في الخلاط او في الكبة، بس انا كان عندي السبريد بتاع التمر فحطيت منه كوباية. كل المكونات دي بقى بالمضرب اليدوي بكل سهولة، هخلط وادوب المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ومعلقة صغيرة من الخل، ممكن نحط الخل واحنا بنخفق البيض مع السكر. دلوقتي بقى هنزل بالمواد الجافة شوية شوية لحد ما اخلص معايا كل الكمية، كل ما شوية يختلطوا بالسوائل بتاعتي هزود شوية تانيين لحد ما اخلص الكمية زي ما احنا قلنا. وطبعا الفرن بتاعي انا مشغلاه يسخن على درجة الحرارة 180. دلوقتي خليط الكيك جاهز معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي بقى القالب بتاعي مدهون مادة دهنية بسيطة بالشكل ده كده، وطبعا زي ما احنا قلنا الفرن بتاعي مسخناه على درجة حرارة 180. هحط الكيك بتاعتي على الرف الاوسط، اطلع بس اي هوا كده وهمسح اي زوايد. دلوقتي نحط الكيك بتاعتنا في الفرن ونجهز مع بعض صوص الكراميل اللي هنحطه على الكيك. صوص على النار متوسطة، هحط فيها شوية من السكر، انا معايا هنا كوباية بس مش هحط الكوباية كلها، حطيت تقريبا ربعها، لحد ما ابتدي يتكرمل هحط شوية بشوية. اول ما السكر ابتدى يتكرمل بالشكل ده كده هبتدي اقلب بالراحة وادوب الشوية اللي معايا نوعا ما، خلاص ابتدوا يدوبوا هزود بقى شوية تانيين من السكر، وهكذا وهكذا لحد ما اخلص الكوباية. نحط شوية بشوية زي ما احنا شايفين كده، هسيبهم لحد ما يبتدوا يتكرملوا، كمان هقلب وازود لحد ما السكر بتاعي يخلص. دلوقتي السكر كله داب معايا واتكرمل بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه كده، مش عايزينه يغمق عشان ما يبقاش محروق معايا. معلقة بقى حلوة كده من الزبدة هدوبها. دلوقتي انا طفيت النار، هحط كوباية من الكريمة، ممكن تكون كوباية من القشطة، ممكن تكون كريم شانتيه بحليب طبعا. دلوقتي شغلت النار على نار هادية، رشة كده من الملح تظبط السكر معايا،
تقليب بقى مستمر لحد ما الكراميل كله يدوب او السكر يدوب مع الكريمة والزبدة كده. الكراميل السكر كله ده بقى جاهز معايا. رشة بقى كده من الفانيليا وكده خلاص نطفي عليه النار بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، كده تحفة ريحته تجنن. بفضي الكراميل بتاعي يبرد كده. الكراميل شايفين بقى لونه تحفة وطعمه خطير. دلوقتي بقى بارد معايا وما دخلتوش التلاجة، يعني لو دخل التلاجة هيبقى اتقل من كده لو احنا حابين. دلوقتي الكيك بتاعتي طلعت من الفرن هشة جدا زي ما احنا شايفين كده، بس سيبها تبرد بدرجة حرارة المطبخ. وكده الكيكة بتاعتنا التحفة دي بقت جاهزة. عايزة اقول لكم ريحتها قلب الدنيا. دلوقتي بقى نزينها بصوص الكراميل اللي برد معانا. متخيلين طعم كيك بسبريد التمر وعليه كراميل؟ متخيلين الطعم ولا مش متخيلين؟ بجد تحفة جدا، الطعم والريحة وهميين. صوص بقى جبنة او صوص سينابون او كريمة او شوكولاتة بيضة، اي حاجة بس تكسر اللون بالشكل ده كده، خطوط بسيطة. نشوف بقى الكيكة الجميلة دي كده مع بعض من جوه. طبعا الكيك مغذي جدا بالذات اللي بالتمر. ممكن نعمله لولادنا كب كيك للمدارس. شايفين الوهم عاملة ازاي ريحتها؟ طبعا قلب الدنيا كلها. شايفين بقى الكيك بتاعتنا التحفة دي قد ايه حلوة جدا وطرية وهشة جدا جدا، وريحتها وطعمها يجننوا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه يا ريت يسيب لي رأيه في كومنت، والأول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.